في خبر حزين، انتقلت خلود القعيد والدة مشاهير السوشيال ميديا الثلاث رندا ورفيف ورغدة الشهيلي إلى رحمة الله صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 رمضان 1445 هجريا 12 مارس عام 2024، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيمت على المتابعين. تابع معنا وتعرف على تفاصيل وسبب وفاة خلود القعيد والدة رندا الشهيلي ورفيف علي، وما المرض الذي عانت منه في أيامها الأخيرة. أعلن مشاهير السوشيال ميديا رندا الشهيلي ورفيف الشهيلي ورغدة الشهيلي عبر حسابهم الرسمي على سناب شات خبر وفاة خلود القعيد والدتهم فجر اليوم الثلاثاء، بعد ساعات قليلة من منشور سابق طالبوا فيه بالدعاء لها. الجدير بالذكر أن ثلاثة أشقاء قاموا بمشاركة منشور وطالبوا فيه من المتابعين الدعاء لوالدتهم يوم أمس الاثنين 11 مارس 2024 الموافق الأول من رمضان، حيث أصيبت بوعكة صحية مفاجئة ولم يتم الكشف عن الحالة الصحية لها. ووفقا لبعض المصادر، كانت خلود القعيد تعاني من المرض منذ فترة. وشيع جثمان خلود القعيد أم رندا الشهيلي ورفيف الشهيلي ورغد الشهيلي إلى مسواها الأخير عصر اليوم الثلاثاء، وتمت الصلاة عليها في جامع المهياني بحي العارض وسط انهيار كبير من رندا الشهيلي ورفيف. وخيم الحزن على متابعي الأشقاء الثلاث رندا ورفيف ورغد الشهيلي بعد إعلان وفاة والدتهم السيدة خلود القعيد في ثاني أيام شهر رمضان. وتقدم المئات من المستخدمين عبر منصة إكس بخالص التعازي في وفاة أم رغد ورندا ورفيف الشهيلي الثلاثي المعروف على سناب شات، وعبروا عن حزنهم الشديد وصدمتهم من الخبر المؤلم. وفي التفاصيل، شاركت حسابات رندا ورفيف ورغد عبر سناب شات منشورا يطالبون من خلاله الدعاء لوالدتهم لمرورها بوعكة صحية سيئة جدا، وذلك كان بالأمس يوم الاثنين. حيث كتبت رندا الشهيلي اللهم أشفي أمي، اللهم أنت الشافي المعافي، اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم، اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين، اللهم قر أعيننا بشفاء أمي. وبعدها بساعات قليلة وفي منشور آخر، أعلن الأشقاء الثلاث رحيل والدتهم عن عالمنا، حيث نشرت رندا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انتقلت إلى رحمة الله تعالى ماما حبيبتي خلود القعيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسأل الله أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته. واستيقظ متابعي رندا ورفيف ورغد الشهيلي على إعلانهم لخبر وفاة الوالدة خلود القعيد، وسرعان ما تساءل العديد عن سبب الوفاة، وتبين أن خلود القعيد عانت من وعكة صحية مفاجئة مساء أمس الاثنين، وتم نقلها إلى المستشفى، وأعلن الأطباء وفاتها فجر الثلاثاء. وتشير المعلومات المنتشرة على شبكة الإنترنت، أم رندا ورفيف كانت تعاني من المرض منذ فترة قصيرة، وشاركت إسنابات رند ورفيف ورغد الخبر المحزن قائلين: انتقلت إلى رحمة الله تعالى ماما حبيبتي خلود القعيد، والصلاة عليها عصر الثلاثاء في جامع المهياني حي العارض. وبعد انتشار الخبر المؤلم على منصات التواصل الاجتماعي، بدأ البحث عن سبب وفاة خلود القعيد أم رند ورفيف الشهيلي، واتضح أن والدة رند ورفيف توفيت متأثرة بوعكة صحية في القلب نتيجة مرضها. وجاء في التعليقات: أم رند الشهيلي خلود العتيبي كانت مريضة وتوفت ما طولت، أعوذ بالله من فواجع الأقدار. صحيت على خبر وفاة أم رند الشهيلي
الله يرحمها يا رب ويصبر قلب أهلها وبناتها. وعلق آخر: موت أم رند الشهيلي أثر فيني صدق رغم إني ما أتبعها. الله يرحمها يا رب ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويربط على قلوب أهلها وعيالها ويصبرهم يا رب. وعلق متابع آخر: لا حول ولا قوة إلا بالله، توفيت أم رند الشهيلي، الله يرحمها ويغفر لها ويجعل ما أصابها تكفير لذنوبها. يا رب اربط على قلوب بناتها واجبر كسرهم يا رب. يا كريم يا رب تهبطهم وتصبرهم بحولك وقوتك يا الله. خلود القعيد. وقال مصدر مقرب من رند الشهيلي: يقولون أم رند الشهيلي توفيت بسبب عين وحسد. واحدة قالت ليهم انتم ما بتروحوا المستشفى بحياتكم، وبعدها مرضت أمهم وماتت على الفور. أعوذ بالله من الناس اللي ما بتذكروا الله، لذلك لا تغفلون عن أذكاركم، والله يرحمها ويغفر لها ويصبر بناتها. وعلى جانب آخر، يعتبر الثنائي رند ورفيف من ضمن مشاهير السوشيال ميديا في السعودية، ويحظون بشعبية جارفة عبر مختلف منصات التواصل الخاصة بهم، ويحرصون من وقت لآخر على مشاركة المتابعين بأحدث جلسات التصوير معا، في حين أن شقيقتهم رغد الشهيلي قليلة الظهور ويكاد تواجدها يكون معدوم، حيث لم يتسنى لنا رصد أي صورة لها، في حين تمتلك حساب باسمها على سناب شات يدعى باسم رند 15. من هي رند الشهيلي؟ الطفلة رند الشهيلي هي طفلة لم يتجاوز عمرها 9 سنوات، استطاعت أن تأسر قلوب الكبار قبل الصغار بفضل موهبتها وشخصيتها المفعمة بالحيوية، واستطاعت أن تصبح نجما لامعا في الخليج العربي، واكتسبت شهرتها من مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح هي الأكثر متابعة بين بنات جيلها. تمتلك موهبة الغناء، فلديها صوت رنان لا يوجد له مثيل، ومنذ نعومة أظافرها وهي تغني لكبار الفنانين العرب وتؤدي دور النجمة باحترافية، فتغني لأم كلثوم وفيروز، فتراها وهي على المسرح كأنها فنانة متمكنة.